بالعودة إلى الاتصال الهاتفي، ينضم إلينا الآن عبر الهاتف الأستاذ تامر الخشاب المخرج التلفزيوني. أستاذ تامر، أولا بعد تحية صفعة كبرى يواجهها اليوم الشارع المصري إلى قناة الجزيرة وإلى هذه القنوات التي تتبع الجماعة الإرهابية وتتبع أيضا من المعروف أنها تتبع بعض الدول الإقليمية التي اعتادت خلال السنوات الماضية وتحديدا خلال الأيام الماضية على محاولة بث الفتن والأكاذيب ويعني إشاعة حالة من اليأس والإحباط لدى الشارع المصري. صحيح صحيح يا استاذ اسامه، ده حصل فعلا. مستوى الوعي المصري ارتفع بشكل كبير، وبقينا نقدر نفرق بين الحقيقه وبين الخيال. الموضوع كله كان خيال وهمي الكتروني بحت، يعني من زعيم وهمي الكتروني بيكلمك من ورا كاميرا وورا مايك، لحشد اكونتات وهميه على الفيسبوك وتويتر ومواقع التواصل الاجتماعي، لمظاهرات وهميه بفيديوهات متركبه كلها او قديمه ومتغيره، لقنوات عميله بتبث الفيديوهات دي. الموضوع كله الكتروني، ملوش علاقه المصريين في حياتهم وفي شغلهم، والمصريين كبار يعني. صحيح. مش 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 مصري يعني، مش العائلات المصريه اللي نزلت من الصعيد ومن الفلاحين ومن سيناء في 30/6 زلزلت الارض هتنزل للواء الغنيم او صحيح من الناس يعني. لا، المصريين ولاد اصول وبيعرفوا، حتى يعني لو زعلان من حاجه بيوصلها بشكل محترم، مش كده يعني. مش المنظر الهزلي الباين جدا ان هو معادي للجيش، معادي لمصر، مش 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 موقف او سلبيه نمسكها. طيب استاذ تامر، السؤال الاهم الان، يعني نعم الشارع المصري وجه صفعه لهذه الجماعات اليوم، ولم تكن بالطبع هي الصفعه الاولى على وجه هذه الجماعات وانصارها ومموليها بكل تاكيد، ولكن السؤال الاهم، هل المعركه انتهت ام ان المعركه مستمره ونحن في معركه وعي كبيره مع هذه الجماعات التي لن تتوقف ابدا بكل تاكيد عن بث الفتن والشائعات، لم تنتهي اليوم ولن تنتهي في المستقبل؟ هما طبعا بيطوروا نفسهم، احنا شفنا دوت. بيختاروا شرائح معينه يستهدفوها، بيختاروا علامات معينه يعملوها، ابتدوا يتجردوا من العلامات. لا اقصد في مراوغه، العدو دايما مراوغ معانا. بس اللي مبشرني يعني، وحاسس ان احنا طبعا احنا اقوى لان احنا مع الخير. صحيح. اللي مبشرني ان احنا ابتدينا نتحرك بشكل ذكي، يعني ابتدينا نقتحم الحرب دي، ابتدينا نعمل يبقى نشكل وعي. تركنا مرحله رد الفعل. لا بقينا بنهجم خلاص يعني. خلاص احنا، هم بيدافعوا. قناه الجزيره النهارده جايبه بتحلل، بتقول والله العظيم احنا فيديوهاتنا حقيقيه، وجايب واحد بيحلل فيديوهاته من المتفبركه يعني. وانت راس حربه مهم في هذه في هذه المعركه بكل تاكيد يا استاذ تامر. والله كل المصريين بسم الله ما شاء الله، انا شايف حاله وعي جميله جميله يعني. انا حاسس انها ملحمه وطنيه جميله جدا، وهتكمل وهنزيد. احنا كمان ما كناش مستعدين قوي، ده احنا فتره قصيره قدرنا ننتصر بالشكل ده. لا كمان الفتره اللي جايه انا شايف توجهات حلوه جدا لزياده الوعي في المجتمع المصري، وده هنشتغل عليه، وفي منابر كتير هتشتغل عليه الفتره اللي جايه. لا باذن الله هنبقى اعلى من كده بكتير، ومش هيقدروا يوصلوا لنا احنا مصريين باذن يعني. الله بكل تاكيد، وكل التمنيات بالتوفيق ومزيد من التالق والنجاح. بشكرك شكرا جزيلا الاستاذ تامر الخشاب المخرج التلفزيوني على كل هذه التوضيحات.